السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله ومساكم الله بالخير والنور والسرور. حياكم الله من بعد غيبة طويلة، وكل عام وانتم بخير. حياكم الله في قناة الفجيرة مطلع الشمس، وفي برنامجكم 7 على 7. حييكم انا عبد العزيز محمد ومروة. حياك الله، يسعد مساك عبد العزيز. واكيد كانت الايام فعلا جميلة جدا في العيد، والحين امسي عليكم مشاهدينا في حلقتنا اليوم من برنامج 7 على 7. عقب ما ردينا لكم عقب اجازة العيد، كان عيد جميل جدا الحمد لله رب العالمين، وبقينا وياهم ويا المشاهدين صحيح في الفجيرة مول، وكانت ايام جدا جميله فعلا الحمد لله رب العالمين. اجواء جميله كانت في العيد وعلى قناه الفجيرة بعد، اللي صحيح. ما انقطعنا منهم من رمضان لين احتفالات العيد. مشاهدينا الكرام، يا مروه بس انا بسالك، كيف كان رمضان معك؟ لان افترقنا نحن شهر كامل، وانا مشتاق لك صراحه. وانا والله بعد اشتقنا لكل العمل فعلا لبرنامج 7 على 7. كانت الايام جميله جدا، ولكن فقدناك والله عبد العزيز، يعني في برنامج جفوارة يا ليتك كنت ويانا. لا لا الله، واكيد نوجه تحيه لزملائي في، واللي نعم. اكيد القائمين كلهم اللي كانوا على برنامج جفوارة. والحمد لله رب انت العالمين. خبرنا كيف كان مدفع الافطار؟ والله كلنا نترياك في، الله يخليك. صارت لي شعبيه كبيره خاصه صحيح. عند الاطفال، لانهم دوما صرت يعني اذا مشيت في المول اي طفل يشوفني على طول يعرفني بخصوص البرنامج هذا. نعم. الحمد لله رب العالمين. اجواء جميله كانت في دوله الامارات من المقيمين اللي كانوا موجودين والمواطنين، وحتى الزوار اللي يوعى يدوا في دولة الإمارات. الأماكن الموجودة والاحتفالات والمهرجانات يا مروة كانت كثيرة وكبيرة في دولة الإمارات العربية. نعم. رسمة البهجة والسرور صحيح. على وجوهكم. لاحظنا شيء عبد العزيز أيضا، أن أغلبية السوشيال ميديا منزلين صور اللي هي أن بدينا شغل وبدينا للدوام باكر وشي، ففي السوشيال ميديا نشروا أن بالعكس اشكروا الله على نعمة العمل، وبدوا أول أيام الأحد يعني والأيام استئناف عقب الإجازة يعني بطاقة وحيوية ومحبة للعمل علشان ننتج. بخصوص الإجازة الطويلة هاللي يقول أنا نسيت وين مكان الدوام، وانا جاي نسيت اي طابق جاي هنا. لا نسيت اي طابق 17 ولا 18. نعم. فالحمد لله نسيت الحمد لله ان ردت لك الذاكره وجيتنا. وزين الجماعه اني مو بناسين اسمي بعد. الحمد لله، اعوذ بالله. بقول لك عبد العزيز، شهدت حدائق ومتنزهات وشواطئ الفجيره وخور فكان اقبال كبير من المواطنين والزائرين للاماره ومدن المنطقه الشرقيه التابعه لاماره الشارجه في اجازه عيد الفطر السعيد. وفي اماره الفجيره تركزت الزيارات على الشواطئ الممتده لمسافه تتجاوز 50 كيلومتر على البحر، كما في منطقه الكورنيش والفصيل ومنطقة العقة والفقيت، وأيضا منطقة بدبل الفجيرة كان وايد في زحمة وإقبال جميل جدا في عيد الفطر السعيد الحمد وأنا لله. وأنا بعد أقول لك أن في حديقة عين مضب اللي موجودة في الفجيرة استقبلت مئات من الزوار ليومنا الحالي دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمتعوا في حديقة عين مضب اللي يوجد فيها عيون مائية كبريتية يا مروة. نعم. وحتى شواطئ الفجيرة اللي استقبلت نسبة كبيرة من السياح اللي كانوا على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمتعوا بالأمور اللي موجودة على شواطئ الفجيرة الجميلة. نعم. والخلابة. قبل ما أخبرك عن المحميات، خبرنا ليش سموها وادي عين مضب؟ أو مو بوادي، حديقة عين مضب. وجاوبت عليك أنا لأن فيها عيون كبريتية. نعم. كثيرة تطلع منها، فحديقة حلوة لازم أنا وياك وطاقم العمل كلنا نروح نزورها إن شاء الله بإذن الله. شهدت مشاهدينا محميات الوريعة والمحميات الأخرى الطبيعية في إمارة الفجيرة إقبال محدود من السياح نظرا لارتفاع درجات الحرارة شوي خلال إجازة عيد الفطر السعيد، إلا أن المحميات كانت محط أنظار السياح الأجانب اللي قصدوها في الإجازة في خور فكان، وسجلت استراحة الرفيصة بوادي شيء إقبال نوعي من هذا العام، حيث تحولت بحيرة الوادي إلى متنزه كبير يضم الجبل والبحر والوادي، واستقل الزوار أو استأجروا قوارب صغيرة للتنزه في البحيرة مع وجود أعداد من البجع والبط أيضا، وقد بدأ الزوار يألفونها على الرغم من أن افتتاحها ما مضى عليه عام واحد، فالحمد لله أصبح الناس يزورونها مع أنه يعني سنة واحدة بس، ولكن كان في زوار لها بشكل كبير. فعلا مروة، مو بس سد الرفيصة والأماكن السياحية الثانية اللي في خور فكان، حتى شاطئ خورفكان الشاطئ الجميل والرائع والجميل كورنيش خورفكان. نعم. كورنيش الساحر اللي أنا أسميه جذب آلاف الناس والزوار اللي كانوا على مستوى دولة الإمارات. حتى تدرين أن في صور نعم. انتشرت مروة، الصور هذه اللي تبين عدد السياح اللي كانوا موجودين في خورفكان. نعم. والله صور لو أنت تشوفينها بشكل كبير، يعني تحسينهم يعني مثل أشبههم اللي رايحين الحج،
في مكان واحد كلهم مجتمعين. نعم. ففعلا كان شيء جدا جميل شفناه واستمتعوا الناس في المنطقة الشرقية. نعم. بالعيد، وإن شاء الله من عيد لعيد تعم الأفراح والسرور على بلادنا. إن شاء الله. لاحظنا أيضا عبد العزيز يوم كنا في الفجيرة مول كان في بث مباشر لتلفزيون الفجيرة 3 أيام العيد في الفجيرة مول تقريبا 3 ساعات، أحس كان في وايد زحمة، الناس مبتسمة، أجواء البهجة والسرور والفرح، فعلا ما حسينا بتعب وكان أيام جميلة جدا. هذا العيد فعلا كان مميز، وحتى رمضان أيضا كان مميز عبد العزيز، لأن الأجواء الحمد لله كانت ما في حر وايد بما أنه بدأ الصيف، ولكن الحمد لله أنه كانت الأجواء مو وايد صعبة. كان أول يومين صيام شوي صعب، عقبها خلاص خلاص. خلينا نكمل سوالفنا ونتابع باقي فقراتنا في البرنامج، لكن فاصل من بعد راح نواصل، خلوكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا عقب البريك ومكملين وياكم في برنامج 7 على 7 لين الساعة 8:30 إن شاء الله. ما بننسى عبد العزيز ومشاهدينا أن في 3 أيام عيد الفطر المبارك اللي وافق 6 يونيو في عام 2019 احتفلت دولة الإمارات بأفراح أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. نعم، وهذه تعتبر فرحة وطن، الله يديم الفرحة علينا. وهم آمين. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي، وكذلك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الله يديم الفرحة على الوطن. آمين يا رب. والله يسعد شيوخنا والمعازيب إن شاء الله كلهم. خلونا نشوف نشوف معاكم مشاهدين الكرام هذا الفيديو ونرجع لكم. يلا.
الله يديم الفرحة والسرور على الوطن، وكيف ما قالوا إن هذه فرحة وطن. يا فعلا عبد العزيز كان العيد عيدين. نعم الحمد لله فعلا كان العيد الحين عيدين. بنذكر مشاهدين أو بنقولهم شو معانا في حلقتنا اليوم. اليوم ويانا بلدية مدينة أبو ظبي تواصل ترقية خدماتها الرقمية لإسعاد المجتمع ودعم الشركاء والتنمية، وعدنا مبادرة جميلة يا مروة مشاهدين الكرام. نعم. اللي اسمها مبادرة يلا كنابة اللي نظمتها حضانة الجليلة في الفجيرة. نعم وأيضا المشاكل الأسرية وطرق علاجها شرطة أبو ظبي تدعو الأسر إلى وضع سياج حول أحواض السباحة. بنتعرف أكثر ليش يا عبد العزيز. وفعلا بنختم حلقتنا إن شاء الله تعالى بالفن الرسوم المتحركة بالرمل. نعم وبلدية مدينة أبو ظبي عبد العزيز تواصل ترقية خدماتها الرقمية لإسعاد أكيد المجتمع ودعم الشركاء والتنمية. شرطة واللي تقريبا أنجزت 96 من معاملات العام الجاري رقميا. نعم صحيح. نعم نتعرف أكثر. تدعو شرطة أبو ظبي تدعو الأسر إلى وضع سياج حول أحواض السباحة. بنتعرف أكثر على هذا الموضوع عبد العزيز بسبب تزايد المشاكل الغرق. أيضا المشكلة هذه الأطفال كان في مشكلة وايد كبيرة فعلا. وهذه المشاكل خلينا نعرف أكثر منهم معنا مع الأستاذ أحمد سعيد الحميري مدير فرع المهام في قسم إنقاذ المسطحات المائية في شرطة أبو ظبي. يا هلا ومرحب فيك. مرحبا وسهلا كيف الحال؟ الحمد لله. خبرنا عن الأسباب اللي أدت لحالات الغرق في أحواض السباحة الخاصة بالمنازل. الله يطول في عمرك. كل عام وانتم بخير ومستمعينكم كلهم بخير إن شاء الله. الله يطول في عمرك. في أشياء بسيطة بس بخصوص المسابح. نعم. طبعا إجراءات السلامة ضرورية جدا في المسابح. في عندنا بعض المنازل مزودة بمسابح الحمد لله ونشكر فضله غير مستوفية لشروط شروط السلامة. هذه شروط سلامة أساسية توفرها في 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 جميع المسابح هذه، بالإضافة إلى دور الأهل الرقابة الأهلية دائما هذه مهمة جدا أثناء ارتياد المسابح وحتى الأماكن البرك السباحة. نعم. كذلك الإلمام اللي هي الإسعافات الأولية هذه ممكن أقدمها في حالة غرق بسيط أو بداية الغرق ممكن أقدمها للطفل وأنقذ حياته. هذه جزء يعني مهم جدا في أثناء حالات الغرق. نعم كذلك. الله يطول في عمرك. سعادتك لو تكلمنا أكثر عن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الأسر في أحواض السباحة، شو هي الإجراءات اللي ممكن أنها تتوفر؟ إن شاء الله. بخصوص اللي هو المسابح طبعا من الضروري على الأهل معرفة شكل المسبح أو أرضيته، عمق المياه فيه التي تناسب مع الأطفال للمراحل السنية اللي عندهم في المنزل. لازم يعرفون هذه الأشياء كلها على أساس أعرف المسبح هذا مناسب لهم أم لا. نعم. في بداية تأسيس المسبح. لكن الحين أنا عندي مسبح أوردي في المنزل، إذا لازم أضع له قيود أخرى مثل سور أو سياج يمنع دخول الأطفال خلسة بدون رقابة. هذا شيء أساسي جدا، بالإضافة إلى توفر معدات طفو في المكان أو في المسبح ويعرفون الأطفال كيف التعامل مع معدات الطفو وأطواق النجاة هذه. نعم أستاذ شو اللي يتوجب فعله في حال حصلت حالة غرق لأحد أفراد الأسرة؟ شو هي الإجراءات الاحترافية أو الوقائية؟ الله يطول عمرك. حلو. هذا السؤال جدا مهم. وفي حال حصول هذا الشيء لا قدر الله. نعم. طبعا هو من كذلك مبادرات كثيرة لحماية الطفل، منها اللي هي الغرق. الغرق جزء أساسي من المبادرات اللي تحاكي الطفل أو تستهدف الطفل لحمايته. طبعا الإجراءات الوقائية نقدر نقول أو في حالة أنت تسألتين عن في حالة الغرق الحين. نعم. في حالة الغرق. حلو. في حالة الغرق أنا أحاول أستخرج الشخص. أول شيء أستخرجه بدون النزول للماء. نعم. أول شيء ممكن أسوي أفضل شيء خطوة أني أستخرجه بمد اليد بس من طرف بدون النزول الكلي في المياه. نعم. بالإضافة إلى تبليغ غرفة العمليات أساس يرسلوا الفرق الإنقاذ متخصصة والإسعاف، لأن انقطاع التنفس فترة بسيطة ممكن يؤدي بحياة الطفل هذا إلى الوفاة لا قدر الله. نعم أستاذ نلاحظ دائما أن يوم حد يغرق يحطون الإيد على البطن لإخراج الماء من الداخل، هل هذه الطريقة صحيحة للإسعافات الأولية أو لا؟ يعطيك العافية. نعم تقريبا صحيحة، لكن الصحيح بالضبط هو الإجراء السي بي آر إن التنفس القلبي الرئوي. نعم التنفس. نعم. القلب الرئوي بحاثناء الغرق يتوقف التنفس، أنا لازم أدخل الهواء في الرئة.
نعم بقيام عملية CBRN اللي هي الضغط على منطقة البطن. يا سلام. نعم نعم هذه الضغط هذا على منطقة البطن هذا إذا كان اختناق بسيط بلقمة أو أثناء الأكل. نعم. لكن الغرق لا، الغرق لا بحاجة إلى إدخال هواء عن طريق القفص الصدري. نعم. وهذه كلها برامج بسيطة جدا ممكن ربات المنازل يدخلون برنامج يعني بسيط جدا للوقاية منها جدا. نعم. سهلة العملية. الله يطول في عمرك. أستاذ أحمد سعيد الحميري مدير فرع المهام في قسم إنقاذ المسطحات المائية في شرطة أبو ظبي، شكرا على المعلومات اللي زودتنا فيها والله يحمي عيالنا يا رب. آمين آمين نجعل إن شاء الله. الله يطول في عمرك، جزاكم الله خير وما قصرت، بيض الله وجهك. نتمنى لك أكيد بقية يوم سعيد. شو عنا عبد العزيز الحين؟ الحين خليني أنا أكلمك عن الرياضة وكيف. نعم. أنت مع رياضة مروان؟ أنا أحب كيف الرياضة. كيف تمارسين الرياضة وشو الرياضات اللي أنت تحبين تمارسينها؟ أكثر الرياضات اللي أحب إني أمارسها هي رياضة المشي، لأني أحسها تحفز أكيد الجسم وتخليك تتحرك وتحرك الدم في الجسم، وأيضا تخلي الشخص إنه يوم يأكل ما يمتن. نعم. أهم شيء. هذا أهم شيء عندي، لأنك وايد تاكلين شكلك مرة. لا مو بوايد. نحن عندنا في الفجيرة يعني في كثير من الأماكن في دولة الإمارات. نعم. في أماكن للرياضات وإن في فعاليات كثيرة للرياضات وخاصة. نعم. عالم دبي للرياضة 2019 واللي يتسع ويحتضن مجموعة من الأنشطة الرياضية المتعددة. نعم. صحيح عبد العزيز، وتنظم الدورة التاسعة من عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري واللي يقام في قاعات الشيخ سعيد وأرينا المركز التجاري خلال الفترة بين 19 يونيو إلى 10 سبتمبر من العام الجاري عبد العزيز. وهذا أكبر تجمع رياضي اللي يكون في الصيف وراح يمتد بأنشطة وفعاليات مختلفة. خلونا نشوف التقرير هذا وياكم. يلا. رجعنا لكم مشاهدينا لمبادرة يلا كنافة أطلقتها حضانة الجليلة في الفجيرة يا عبد العزيز، واللي كان بالتعاون مع الهيئة كان في التعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية وفريق أسعد شعب التطوعي وكذلك حملة رمضان أمان. بنتعرف أكثر اليوم على المبادرة مع الأستاذة فاطمة العمري مدير حضانة الجليلة. هلا مرحب فيك أستاذة فاطمة. هلا وسهلا فيك، حياكم الله، كل عام وانتم بألف خير وانتي إن شاء الله بنعاد علينا جميعا بالسلامة وشعب الإمارات العربية. أستاذة فاطمة ما في كنافة وانتي جاية؟ والله ما في يلا كنافة لي برنامج والله كان المفروض إن جبنا يعني الصراحة كنافة كذا بسيطة نتلذذ عليها نحن إن شاء الله تكرموا يعني نحن مسوين دايت أنا وعبد العزيز يعني لازم لا مسوين دايت زدنا كم من كيلو في رمضان نبى شوي يعني لا بس كنافتنا خفيفة يعني ما ان شاء الله ما بتزيد سعرات. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. زين كلمينا عن نبذه عن مبادره يلا كنافه. احنا مبادراتنا برمضان ما اختصرت على مبادره يلا كنافه، كان عندنا مبادرات متعدده بلشنا نجهز من قبل بدايه رمضان. اول شيء احنا عندنا في مسجد بالحضانه عززنا دور المسجد في رمضان، كثفنا اعطاء دروس تحفيظ القران للاطفال. طبعا ركزنا خلال شهر رمضان المبارك على السلوكيات وخلق يعني قيم وسلوكيات رمضانيه عند الاطفال. صحهم واطفال الحضانه ممكن ما يدرك الصيام وهو مش مكلف بالصيام، بس احنا كنا يعني
نعطيهم سلوكيات انه ممكن تساعد ماما، ممكن تتعلم دعاء الافطار، ممكن تعرف انه هذا رمضان كريم، شهر عطاء، شهر مبارك. فكان الاطفال يعني يجوا يحكوا انا ساعدت ماما، احنا عندنا رمضان كريم، هم فاهمين انه يعني عندنا رمضان زي كانه زائر يعني. فكانت مبادراتنا كثيره بشهر رمضان. اول مبادره كانت عندنا مبادره مع رمضان امان، تعبئه كراتين بمركز التنميه. كل كرتون بتحتوي على علبة ماي، علبة تمر، كيك، يعني أشياء يتناولها الصائم على الطريق عشان ما يضطر إنه يستعجل لا سمح الله يتحدث يعني يصير في حوادث. هي كانت رمضان أمان يعني للحد من حوادث. وقت الأذان، وقت المغرب، وقت الأذان قبل المغرب. فالحضانة شارك صفها كله، وأخذنا مجموعة من الأطفال كنا نعبي مع حملة رمضان أمان، نعبي الكراتين، وبرضو على وقت الإفطار نوزع بالشوارع على الإشارات. فكانت يعني كثير كثير مبادرة حلوة وجميلة ولاقت قبول كثير. كان عندنا كمان حملة كسوة العيد كمان، تشاركنا مع الأهل، اشترينا ملابس جديدة، قدم كثير من الأهالي كمان ملابس جديدة يعني شوي فيها مستعمل بس يعني بحالة الجديد. كان يعني عبارة عن حملة يعني كسوتهم علينا، خلينا نفرحهم بالعيد، يعني انه ما في اسر متعففه ما تستطيع انها تشتري ملابس العيد. فعملنا مع فريق اسعد شعب مبادره بالحضانه استمرت لثلاث ايام، اجى كثير من الاسر المتعففه استفاد من هاي الحمله، سواء ملابس، سواء احذيه، سواء حقائب، سواء ادوات منزليه، ملابس متعدده، سواء العاب، يعني كثير ادخلنا الفرحه عليهم يعني بشكل واضح. انبسطوا الاهالي كثير سواء اللي شاركوا او اللي استفادوا. فكان يعني ادخلت السرور والبهجه على عائلات كثير متعففه. كمان عندنا حمله افطار صائم تشاركنا مع الاهالي طبعا. ما شاء الله حملاتكم ما بتخلص كثير ما شاء الله. لا رمضان كان عندنا بعد رمضان كان عندنا ما شاء الله حافل، برنامج حافل بالعطاء يعني. كمان عندنا كانت حفله افطار صائم، جمعنا تبرعات من الاهل، تبرعات من الحضانه نفسها، اشترينا وجبات كثير وزعنا على العمال بالشوارع، ادخلنا الفرحه على قلوبهم. كمان كنا ناخذ الاطفال معنا، صح انه ممكن تحكي اطفال مش مدركين بس هم كانوا لما يقدموا ينبسطوا، يحسوا انهم اعطوا شيء حلو يعني. هي حلو. يعني زرع الخلق والقيم عند الاطفال جدا مهم، وبنبسط الطفل وبروح بخبر اهله انا قدمت، انا شاركت، انا عملت. فكثير كانت حملاتنا كثير حلوه برمضان. وكان من ضمنها كمان مبادره او حمله يلا كنافه. الأطفال بحبوا جو الحلويات وجو إنهم يساعدوا بالطبخ وبالتعلم وبالأشياء الأكتيفيتي اليدوي. ففكرنا نعملهم هيك مبادرة إنهم هم يشاركوا ويأكلوا وينبسطوا ويخبروا الأهل. عملنا بالحضانة ورشة كنافة كبيرة مع الطلاب، كلهم شاركوا، عملوا بإيديهم، عملوا الكنافة على الغاز طبعاً بطرق السيفتي. سؤال يعني مهم، انا قاطعتك، شو نوع الكنافه اللي سويتوها؟ كنافه نابلسيه. يا سلام، هاي اللي انا احبها. هي النابلسيه الناعمه ولا الخشنه؟ لا الخشنه. 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 هي ألذ 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 كنافه. انا لازم بعد البرنامج اروح الحضانه عندكم. شكرا عبد العزيز جوعان، صايم عبد العزيز بعدك؟ لا خلص. خلصنا رمضان. منا طبعا اكيد استخدمنا يعني السيفتي، واستخدموا الاطفال الغاز بطريقه امنه، عملوا الكنافه، حطوها بصحون، اكلوا، انبسطوا كثير كثير، فعاشوا اجواء رمضانيه حلوه بعيد عن الاشياء اللي دارجه الالعاب، يعني عيشناهم باجواء شويه قريبه لطابعنا ولتراثنا ولعاداتنا وتقاليدنا. فكثير الاطفال انبسطوا وشاركوا وخبروا اهلهم وعبروا بطريقه حلوه يعني. أستاذة فاطمة، خبرتينا عن بعض الأنشطة الحين، خبرينا عن الفعاليات اللي تكون ضمن هذه المبادرة اللي هي يلا كنافة. فعالياتنا كانت يعني حافلة كل شهر رمضان، حكيت لك كنا عندنا مع أسعد شعب كسوة العيد، رمضان أمان تعبئة، عندنا حملة مع الهلال الأحمر توزيع وجبات، شراء وجبات، يعني حتى إنه على الخيام تاعت الصائمين يعني تواجدنا كمان فيها، وزعنا فيها وجبات، والأطفال معنا طبعا. هل هي فقط المبادرة هذه في رمضان يعني ما بتكملون عقب رمضان؟ لا احنا مكملين، احنا مبادراتنا طول السنة يعني الحمد لله. حتى قبل رمضان كان في تعاون بيننا وبين الهلال الأحمر بتقديم مساعدات، بتقديم تبرعات سواء عينية أو نقدية طبعا بالتعاون مع الهلال الأحمر. لكن برمضان كونه شهر العطاء والخير والبركة وعام التسامح في الإمارات، فحبينا نعزز ونكثر يعني مبادراتنا بشهر رمضان تماشي مع يعني طقوس شهر رمضان المبارك يعني. أستاذة فاطمة، وين تشوفين أهمية تعليم الأطفال في هذا السن أنهم يبدون يسوون عمل الخير؟
وين يعني كيف الهدف يكون من هذا الشيء؟ كيف هم شفتي إن أثر عليهم هذا الشيء؟ شوف عمل الخير سواء عند الطفل أو عند الكبير بوجود سعادة داخله. صحيح. فإحنا كنا يعني لما نظل نلقن الأطفال تلقين ما تحس إنه الطفل انبسط، يعني هو التعليم راح يستفيده خلال التسلسل الدراسي سواء بالمدرسة سواء بالروضة. هذول أطفال حضانة، يعني هم لما يقدموا الشغلة للفقير أو للمحتاج أو يعملوا عمل بيتهم بتحس ببهجة، بتحس عندهم فرحة، يعني إنه عندهم عطاء، والعطاء بيخلق جو من المرح والسعادة وال يعني هيك بيعطي إيحاء جميل عند الشخص سواء كبير أو صغير. هم كانوا يطلعوا معنا على الشارع لما يقدموا إشي تحسوا إنهم مبسوطين، يبتسموا يفرحوا، لما شاركوا بالكنافة كثير انبسطوا، لما مثلا قدموا جابوا أطفال عندنا يعني جابوا ملابسهم سواء جديدة أو مستعملة مغلفينها بطريقة حلوة بطريقة مرتبة بكيس وكاتبين عليها عبارات حلوة مغلفينها بوكس جميل حتى يقدموها للفقراء والمحتاجين. نعم. فكان يعني إنه تحس إنه الطفل يعني مبسوط بعطائه، فاهم هو شو بعمل، مش صحيح. إنه مش مدرك، بالعكس هو فاهم وعارف إنه هو بقدم إشي كويس. صحيح. خاصة عبد العزيز وأيضا أستاذة فاطمة، يقال بأن الأطفال هي العجينة اللي يسهل علينا تشكيلها، فإذا غرسنا الخير ونميناه فيهم فهم بيصبحوا أطفال خيرين في هذا الشيء، خاصة إذا نمينا هذه البذرة داخل نفوس الأطفال. خبرينا عن أثر هذه المبادرة على الأطفال. كثير كان الأطفال متجاوبين متعاونين، كانوا مبسوطين بهاي المبادرة، الأهل كثير تعاونوا معنا كانوا مبسوطين، يعني مجرد إحنا ما نعلن عن المبادرة أو عن الحملة نلاقي كثير تشجيع من الأهل، حماس، حتى يعني إنه الأطفال ما شاء الله ما يغيبوا خلال شهر رمضان بالمرة، يجوا يومياً مبادرات جديدة، فعاليات جديدة، أنشطة جديدة، فالأطفال ما شاء الله ظلوا مبسوطين. وكمان عملنا لهم كتيب فعاليات رمضان وأكتيفيتي لرمضان خاص، مثلا زيارة المسجد، أدعية رمضانية يعني اللي هي مثلا دعاء الإفطار، دعاء ما قبل الإفطار، دعية مثلا يعني إنه في قيام، هم أكيد مش مدركين قيام الليل وهاي الأشياء، بس هم يعني فاهمين إنه في إشي كويس، في عمل خير يعني. فكثير كان الأهل متشجعين والأطفال مبسوطين يعني وعندهم حب العمل يعني الحمد لله. وين شفتوا دور الأسر؟ وين كان دور الأسر ودعمهم لعيالهم انهم يسوون مثل الكنافه واعمال الخير ويطلعون يوزعون وجبات الافطار؟ كيف كان دور الاسره تشجيعهم لاطفالهم؟ الاسر الحمد لله كثير تعاونوا معنا، الاهالي الاطفال بالحضانه كثير تعاونوا معنا، يعني مجرد ما خبرناهم عن موضوع كسوه العيد كثير تفاعلوا، بعثوا ملابس كثير سواء جديده او مستعمله، العاب، ادوات منزليه، يعني كان في تفاعل من الاهل. لما اخذنا الاطفال على افطار الصائم طلعوا الاطفال معنا بالرغم من حر الجو، بس يعني الأمهات يحكون أنا حاب إنه ابني يطلع معكم ويقدم وجبة عشان يشعر إنه في عمل خير. نعم. تكون البادرة عنده بنفسه مزروعة، يتعلم حب العطاء والخير، يعني إحنا بالإمارات وعام التسامح، يعني بالعكس تحس إنه الناس فعلا حابة تعمل من قلبها، حابة تشتغل، حابة تقدم، يعني مش إنه الأطفال أنا ابني صغير وما بدي يطلع بالشارع وإيش، بالعكس يعني الأهل كانوا كثير متفاعلين، قدموا مثلا مبالغ عينية ونقدية ل افطار الصائم كمان، يعني كان كثير الحمد لله في مشاركة. كمان بتحفيظ القرآن كثير الأهالي شجعوا أطفالهم يساعدوهم يدربوهم على الحفظ بالبيت، لأنهم عارفين إنه الطفل رح ينبسط لما كمان يتكرم الطفل ويأخذ جائزة، الطفل ينبسط فالأم كمان تساعد تكرر مع الطفل وتساعده وتتابعه يعني. نعم. بالبيت. خبرينا عن مبادراتكم المستقبلية لدعم هذا الجيل القادم. احنا مبادرتنا الحمد لله مستمرة، الآن هلأ احنا بنأسس للنادي الصيفي، طبعا كمان النادي الصيفي فيه مبادرات كتير حلوة. نعم. أهمها كمان تحفيظ القرآن، مبادرات كمان احنا جايين شغالين على عيد الأضحى إن شاء الله قريبا، يعني أكيد راح نعلم الأطفال منسف تكرم الله خلوا الكنافة حق عبد العزيز وأنا عطوني المنسف خلاص تكرموا من عيوننا إن شاء الله. كمان احنا مقبلين على عيد الأضحى إن شاء الله وعلى أركان الحج، راح ندربها على الأطفال بطريقة حلوة، يعني يحبوا يعني أركان الحج، فعاليات الحج، طقوس عيد الأضحى كمان شوي فيها اختلاف يعني، فإن شاء الله يعني فعالياتنا مستمرة، مساعدة مع الهلال الأحمر، مع جمعية الفجيرة، مع برنامج أسعد شعب، يعني إن شاء الله حملاتنا مستمرة. حلوة إن لما نحن نزرع في الأطفال وهم بهذا السن
عمل الخير وانهم كيف يسوون الخير، وحتى يعني لما الطفل يسوي شيء بايده يحبه اكثر، صحيح، يتعلق فيه اكثر. مزبوط. فجزاكم الله خير على هذه المبادره الطيبه. وعلى فكره بتغيرون المسمى المطلق على اطفال اليوم وجيل اليوم، من جيل الايباد الى جيل العمل باليد. انا بحكي لك الاطفال بالرغم من الجو يعني كثير حار، بالرغم من انه اخوانهم بالبيت، الا انهم يجوا لانه في في إشي يعني بحفزهم، بخليهم ينبسطوا يجوا، سواء بيعملوا بإيدهم أو بيوزعوا أو بيشاركوا، فهم بالعكس يعني حابين يجوا من نفسهم. حلو إن الواحد يقعد مع الأطفال ويمارس معهم الأمور هاي. لازم أنه مرة أني معاكم. والله يا ريت بتشرفونا والأطفال ملائكة على الأرض. خلاص لازم يكون في تنسيق ونروح نشارك معهم ونطلع في الدقيقة. حياكم الله ونعمل لكم أحلى منسف وأحلى كنافة. الله يخليك، تسلمين. الله يبارك. شكرا لك أستاذة فاطمة العمري مديرة حضانة الجليلة في الجيرة. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا نورتينا، وان شاء الله يا رب يعطيكم الصحه والعافيه علشان تعملون الخير اكثر وتزرعون الخير في الاطفال. ان شاء الله بنكون وياكم انا وعبد العزيز قريبا. مشاهدينا فاصل سريع وراد لكم لبرنامج 7 على 7، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وما زلنا متواصلين في حلقتنا اليوم. راح نروح نشوف وياكم اللي هي بلدية مدينة أبوظبي تواصل ترقية خدماتها الرقمية لإسعاد المجتمع ودعم الشركاء والتنمية. واللي أنجزت خبرنا أكثر. أنجزت 96% من معاملات العام الجاري رقميا. أنا قاطعتك، تفضلي مروة. سوري. بنتعرف أكثر على هذا الموضوع والتفاصيل، ترقية خدمات الرقمية لإسعاد المجتمع ودعم الشركاء والتنمية في بلدية أبوظبي، مع الأستاذ أحمد عبد الصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني في بلدية مدينة أبوظبي. أهلا ومرحب فيك. يا مرحبا وسهلا، حياكم الله. يا هلا فيك، كل عام وانت بخير. وانت صحة وسلامة، والله تقبل منكم صالح الأعمال. منك يا رب. استاذ، خبرنا عن الخدمات الرقمية الجديدة في بلدية أبوظبي. الحمد لله نحن مع نهاية السنة الماضية أعلنت بلديات مدينة إمارة أبوظبي أنها خدماتها صارت رقمية 100%. نعم. و80% من متعاملينها صاروا يقدمون خدماتهم عن طريق القنوات الرقمية. يعني تعرفين نتكلم عن 80% من المتعاملين، هذا يعني ان اكثر من قريب 800,000 متعامل. احنا عندنا اكثر من 1,000,000 متعامل سنويا. نعم. يعني اكثر من 800,000 متعامل ما صاروا يزورون إمارة أبوظبي، ما صاروا يزورون البلديه. هذا تعرفين كم يقلل الزحمه، كم يقلل الجهد، كم يقلل حتى البلديه انتظار ساعات عمل. صحيح. اشياء كثيره صارت توفرها. من بدايه السنه هذه كانت المساله اصعب، صرنا نسعى ان نطور رحله المتعامل ونسويها اسهل وابسط، ونخلي المتعامل المعامله اللي كان يخلصها في 5 أيام صارت تخلصها في يومين وفي يوم، وبعض المعاملات صارت فوريه جدا. فهذا ادى ان اصلا الطلب يزيد على المعاملات. تعرف الموضوع صار سهل، صار من موبايله في اي مكان، لو برا الدوله، الدوله خلال الدوله يقدم على المعامله اللي يواها. يوم الجمعه صار عندنا معاملات، يوم السبت صار عندنا معاملات، بالليل في معاملات، بالنهار في معاملات. المتعامل ما يحتاج يزور البلدية. لو تشوفون القاعات اليوم عندنا، قاعات خدمة المتعاملين شبه فارغة. نعم. يوم نتكلم نحن عن 96% من المتعاملين في الربع الأول قدموا خدماتهم عن طريق القنوات الرقمية. هذا يعني أن عندنا أكثر من 320,000 متعامل خلصوا معاملاتهم رقميا. نعم. تقدر تتخيل 320 متعامل في هالكم شهر كم يعني بالنسبة للبلدية، كم يعني نحن خفينا الزحمة على مستوى الإمارة. صحيح. كم وفرنا طباعة، وسهلتوا عليهم أيضا. نعم. طبعا صار هو في بيته، في مكتبه، في من موبايله، من كمبيوتر، من أي شيء. نعم. نفس اللحظة يخلص جراءة ويخلص معاملاته وهو. نعم. مرتاح ونحن مرتاحين، وحتى يعني البيئة والزحمة في الشوارع والانتظار ووقت. صحيح. الانتظار صار يعني حتى يوم الجمعة عندنا معاملات. نعم. وإذا عندهم أيضا عمل يقدرون من خلال التليفون أنه ما يترك عمله ويروح لمكان آخر أو للبلدية، صحيح أستاذ؟ إيه نعم. إيه نعم، ما يحتاج أبدا يزور البلدية. نعم. الحمد لله بهالطريقة نحن زدنا رضا المتعاملين عندنا، وزادت المعاملات المنجزة سواء رقميا ولا غير رقميا. تعرف أول تقول يا أخي أنا شو وديني البلدية، في مدة انتظار وفي زحمة وفي كاونتر، يا أخي خلي مو بلازم هذا الموضوع كذا.
فالان لا، الموضوع صار من موبايله، هو يختار الارض، هو نعم. قاعد في القهوه ولا هو قاعد ويا عياله ولا قاعد في الدوام، وها شفنا بعيننا يعني عند اهلنا وعند ربعنا يطلع موبايله ويقدم خدمه ويقول والله خلصت معامله الحين، والله هاي الشهاده المطلوبه، والله هالاجراء المطلوب، والله هذا كذا نعم. خلصت الحمد لله. استاذ احمد بعد ما يحتاج يستاذن من مديره في الشغل يقول انا بروح البلديه بخلص اموري، ما له عذر خلاص، يقول لي خلص صحيح. طلع موبايلك وخلص. يعني اليوم بتكشفون الناس اللي بيهربون من الشغل صح؟ الحمد لله يعني الحمد بالعكس لله. فلما تفضلتوا فعلا الناس ارتاحوا نعم. يعني يا اخي اول كان يطلع يعني حسبنا بعض الاحصائيات اللي كانت عندنا ان الموظف يحتاج يطلع 4 ساعات من دوامه في كل زياره للبلديه زين يا اخي تدري 4 ساعات يعني نص دوام صح ولا لا؟ مرات مرتين وثلاثه راجع البلديه حتى تأكد شو صار، والله ان الموظف الفلاني وينه، والله ما حد صحيح يا اخي بزخونا لعبد العزيز الحين بزخونا اذا قال انا بسير البلديه بزخونا احيانا الواحد يحتاج ياخذ اجازه اسبوع علشان يخلص له معامله في بعض الاماكن. بس استاذ احمد لو تذكر لي وين تشوف اهميه توفر هذه الخدمات الذكيه في مؤسساتكم ولا في المؤسسات الثانيه بعد؟ طال عمرك هي الخدمات الرقميه هي تكامليه، نحن اليوم عندنا ربط مع اكثر من 20 جهه حكوميه واكثر من 15 بنك جميل. يعني نحن مش بس وفرنا على عمارنا حتى وفرنا على الجهات الثانيه جميل. فيوم نحن ربطنا مع الجهات هذه صاروا الجهات هذه تاخذ عندنا البيانات عن طريق نص تبادل البيانات اللي وفرت الحكومه، فما يحتاج المراجع اصلا يراجعنا صحيح. المتعامل ولا يراجع البنك، مثلا في معامله الرهون العقاريه كان المتعامل يروح البنك ويروح المطور العقاري ويروح البلديه ويلف على جهات كثيره، كان يحتاج أكثر عندنا أكثر من 100,000 زيارة كانت سنوية عن طريق الشغلة هذه، فنحن مثل ما وفرنا على عمارنا حتى وفرنا على المتعامل وفرنا على الجهات الثانية يعني سواء البلدية ولا البنوك، ونحن عندنا أكثر من 20 بنك رابط على المنصة وأكثر من 20 جهة حكومية رابط على المنصة، فمباشرة مجرد المتعامل اللي خلص جراءه هو تلقائي يكون أنجز معاملاته في جهات حكومية ثانية وخلص جراءه، بدل ما كان يجي البلدية ويأخذ عندنا شهادة ولا شيء ويروح الجهة الثانية وبعدين يروح البنك وبعدين يروح كذا، لا الآن خلاص مباشرة من عنده يخلص إجراءه وما يحتاج يروح لأي حد ولا يراد، فمثل ما سهلنا العمارة الحمد لله سهلنا أيضا على الجهات الحكومية الثانية وسهلنا على المتعامل الحمد لله. أستاذ أحمد هذه الخدمة الجديدة خبرنا هل في إقبال، يعني كم تقريبا عدد المعاملات اللي تم إنجازها؟ أوكي حاليا نحن في 96% من المتعاملين عندنا ينجزون خدماتهم عبر القنوات الرقمية، يعني أكثر من 320,000 في الأربع شهور الماضية. نعم. هذا الشيء يأثر على الناس بحيث أنه صار الموضوع أسهل بكثير نعم. وصارت الإجراءات سهلة وميسرة لكل الناس نعم. جزاكم الله خير ويعطيكم العافية يعني على هذه الجهود اللي سويتوها. شكرا لك الأستاذ أحمد عبد الصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني في بلدية صحيح. مدينة أبوظبي. شكرا لك يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا لاهتمامكم ومتابعتكم. اهلا وسهلا فيك. شكرا. الحين بنروح عبد العزيز لدبي، شهدت دبي مساء الخميس الماضي الافتتاح الرسمي لكوكاكولا ارينا، اكبر صالة مغطاة ومكيفة في الشرق الاوسط وايضا شمال افريقيا. طبعا هذه الصالة اللي هي مملوكة لشركة ماراس تقع في منطقة سيتي ووك في دبي، تشكل مساحة جديدة ورائدة لقطاع الترفيه والرياضة في الامارة وفي دولة الامارات. صحيح عبد العزيز، وايضا تغطي مساحة الارينا نحو نصف مليون قدم مربعة وتتسع لاكثر من 17,000 متفرج. خلونا نشوف يا بعض هذا الفيديو ونرد لكم.
الحدث رياضي كبير او فعلا مبنى رياضي كبير يا مروه، وراح يشهد فيه احتفاليات كبيره ان كانت رياضيه ولا فنيه وغيرها يا مروه. صحيح عبد العزيز، وان شاء الله انا وياك الله يكتب لنا زياره ان شاء الله، ان شاء الله نشوف احتفاليه. راح نروح نشوف معاكم مشاهدينا الكرام عن المشاكل الاسريه وطرق علاجها ان شاء الله، وايضا بنتحدث عن اساس العلاقات الاجتماعيه الناجحه، وهي اكيد المخرج الاهم لافراد اسوياء ومعتدلين نفسيا يا عبد العزيز. نعم، نتعرف تفاصيل اكثر ونعرف تفاصيل اكثر مع الاستاذ معين عباد استشاري اسري. اهلا وسهلا فيك عبد العزيز. كيف الحال؟ الله يطول عمرك. كل عام وانت بخير. انت بخير وصحه والسلامه. الله يسعدك. هلا ومرحبا فيك، نورتنا. هلا اخت مروه، الله يسلمك ويحفظك. تشرفنا. لو نتكلم عن مفهوم المشاكل الاسريه. مفهوم المشاكل الاسريه، نعم، هو المشكله انا اسميها سلطه الحياه. يا سلام. ملح ولا سلطه؟ لا سلطه. تعرفي ليش؟ ان الملح تحطينها على الطعام، لكن السلطه اليوم لكن السلطه سبحان الله للرجيم، طماط بصل اشياء، فهذه الاشياء الحياه اللي تقابلها فعلا في الحياه الزوجيه. مرات سبحان الله تكون مشاكل بسيطه ماديه، ربما تكون مشاكل حتى في تربيه الابناء، مرات تكون مشاكل حتى ما بين الزوجين، ما بين العلاقه الحميميه، فهذه احنا نسميها فعلا هي سلطه الحياه. لان كل روح بشريه انا اعتبرها ليست كامله، لا بد لها ان يكون في نقص معين، فلما يكون هناك في نقص معين لا بد للانسان ان يبدا بوجود هذا النقص في من؟ في شريكة حياته. نعم. فلكن كيف يوجد هذا النقص؟ يجب أن تكون في بعض المشاكل ويستحضرها الرجل، وكذلك تستحضرها المرأة، أنها عبارة عن ماذا؟ عن انتقال من حياة إلى حياة. نعم. انتقال، أنا اليوم عرفت أن زوجي يغضب، متى يعني يغضب زوجي؟ يوم يكون مثلا، خلنا واقعيا، يوم يكون نص الشهر، يوم عليه مثلا المديونية، أو يوم سبحان الله ينزل راتب والبنك يقط نصه، فهذه سبحان الله أعرف أن زوجي صحيح. بدأ في عملية الغضب، مفروض أنا أتفادى هذا الشيء. نعم. بسبب المشاكل سوف تعرف كل امرأة وسوف يعرف كل رجل عن شريك حياته. نعم. أستاذ معين تسأل؟ لا لا تفضل. أستاذ معين، دوم نقول أن المشاكل أو سوء التفاهم في العائلة أو في الأسرة يزيد إذا انحلت، يزيد من ترابط وتماسك الأسرة. إنزين خبرنا شو أنواع المشكلات وشو أسباب المشكلات لدى الأسرة؟ هي أكثر المشاكل اللي تكون مشاكل مادية، الأغلبية اللي نعم. تمر علينا يعني أكثر تكون مشاكل المادية، خاصة ربما أنت يوم من الأيام مثلا الرجل يصبر يصبر يصبر، كذلك المرأة تصبر تصبر، وأكبر ما يكون عدم وجود التحاور فيما بينهم، عدم وجود ميزانية مادية مالية أسرية ما بينهم، كل إنسان يحاول أنه يثبت حاله أمام الآخر. نعم. لا بد أن يعلم أن كل زوج وكل زوجة لازم يأخذ بيد الثاني، إذا استطاع الزوج أن يدرك ما معاني فعلا الحقيقة اللي هي معاني الإدراك الزوجي ومعاني الأهمية في الواجبات الزوجية سوف نصل إلى الحل. نعم. وكذلك من المشاكل اللي تكون اللي هي من تربية الأطفال، لربما أن بعض المرات الزوج مثلا يكون له في أسلوب خاص في تربية أبنائه، وكذلك الزوجة لها أسلوب خاص في تربية أبنائه. لماذا؟ لأن كل واحد منهم نشأ في بيئة غير البيئة الأخرى، لربما هذه البنت تكون مثلا أصغر البنات عند أبوها وأمها، نشأت على الدلال ونشأت على الدلع، نشأت سبحان الله على أبوي أعطني خذلي، أما الزوج ربما. لكن عندي مداخلة أستاذ معين، يعني في بعض الأحيان ممكن رجل يكون عصبي أو مرأة عنيدة، من الممكن أن أيضا تسبب مشاكل ولا لا؟ أو الغيرة في بعض الأحيان، الغيرة أيضا يعني تدمر العلاقة. ما هي شو المشكلة أخت مروة؟ المشكلة لما يكون ما في تفاهم ما بين الزوجين، لما يكون ما في تفاهم ما بين سبحان الله الأرواح الزوجية، كل زوج يبي يسوي هذه. بنتكلم عن الأرواح، توافق الأرواح أنا والتوافق الذبذبي بينهم. نقطة مهمة يمكن أستاذ معين هو أدرى، لكن أنا أبغى أرجع أوضح أكثر المشاهدين الكرام، ليش أغلب المشاكل هي مشاكل مادية يا أخي؟ بالعكس صحيح. لما الزوجة تطلع يعني تروح لبيت زوجها، يعني هي قاعد مو بلازم تروح بالرفاهية اللي كانت موجودة في بيت أبوها، أو ممكن حياتها المادية تتطور ولا تنقص. ما أشوف إذا كان في الحب موجود يعني ما تفرق المادة، المادة صحيح. ما تفرق المادة شيء ثانوي. إذا صادق. كان في حب يلغي كل شيء. أنا أضم رأيي رأي عبد العزيز. ما هو الحب؟ أنا أقول لك شيء، إذا الحب وجد أصلا في بحر أو النهر الحياة الزوجية، والله العظيم لن يجف هذا الحب. نعم. لكن إذا جينا إحنا نقول عن الحب والحب سوف نظلم الحب، سبب أكثر المشاكل اللي توصله. لربما سبحان الله لاحظوا مثلا أن مثلا الزوج أو الزوجة ينظر إلى حياة الآخرين مثلا عن طريق السوشيال ميديا، ليش هذا أفضل مني وليش هذا أفضل مني، مقارنات تصير ما بينهم، شحناء فيما بينهم، لدرجة خلونا واقعيين يعني مثلا بعض النساء يأخذ أو بعض الرجال يأخذون مثلا بعض البضائع اللي هي تكون مثلا الكوبي مثلا قيمتها 10,000 وقيمتها 2,000، ليش بعض الرجال سبحان الله يأخذ الساعات الغالية اللي قيمتها 30,000
لكن في الحقيقة قيمتها 1000 درهم من السوق الفلاني. ليش؟ لأنه يظن أن الحقيقة في استنجاد الحياة الزوجية هذه الأشياء اللي ما نستطيع أن نقول الثانوية. نعم. لكن نستطيع أن نقول أن الأساس فيها الحب فعلا، لكن لما نجي في النهاية هي المادة. المادة هي ربما أن تكون مادة سبحان الله ماديا، ربما أن تكون مثلا مشاكل أسرية. لاحظي مثلا مشاكل تقول لك لا أنا ما أريد أسكن مع عياله، ما أسكن مع أبوه وأمه، أنا ما أريد أسكن، أبغي بيت اعتزال الحالي. مثلا لما تجي مثلا واحدة مثلا من ضمن الحالات اللي مرت علي قبل يمكن حوالي أسبوع تقريبا، مشاكل زوجية، الزوجة يعني تعمل وما شاء الله راتبها طيب لمدة حوالي تقريبا 15 سنة، هو سبحان الله عنده تجاراته بس، لكن هي القائمة وهي اللي تصرف وهي اللي تعطي، لكن في لحظة على سبت إن قالت لا ارسل لي رصيد أبا أتصل صاحبتي تلفوني عندي مقطوع، راح قالها ما عندي فلوس الحين في المحاكم بسبب سبت رصيد. فأنا أقول لك هي عبارة عن ماذا؟ هي تراكمات تكون المشاكل البداية، لم أقول أنا لكن في كتاب الله سبحانه وتعالى أن المال والبنين فتنة وهي من الأسباب الحقيقية في المشاكل. لأن البحر الحب إذا كان موجود في الحقيقة والله لن يجف، لكن لما نوصل إلى مرحلة من مراحل الرتابة الزوجية أي الملل الزوجي، هنا تبدأ العوامل البحث عن النواقص. أين نواقص في الرجل؟ أما أن تكون في عاطفة أو تكون نواقص في مال، والأغلبية تكون في مال لأن الرجل عاطفي والمرأة عاطفية. فأكثر المشاكل اللي تمر عليك يعني في هذا المجال من 13 سنة هي المادة. نعم. المادة فعلا يعني مثل ما ذكرت نقطة مهمة، هي حتى متعلقة إذا كانت مش المادة نفسها، يعني أشياء شخصية مثل أنا ما بسكن، أبسكن بيت بروحي، أنا أبسافر الدولة الفلانية، بكون نفس هذا، بكون نفس هذا. صح. نروح نتعمق أكثر، إذا حدثت المشاكل كيف تأثر على الأطفال اللي موجودين، أو كيف ممكن إذا صارت مشاكل وانفصلوا لكن الطفل ما يتأثر، الطفل يتم سليم. هي سبحان الله، شوف المشاكل الزوجية لازم تكون في الأربع الحيطان اللي موجودة في غرفة النوم، لا تخرج، تبقى فيما بين الزوجين. السبب من المشاكل الرئيسية عدم التحاور فيما بينهم. لو أصبحت هناك مشاكل سوف تتأثر فيها الزوجين الأبناء، سوف يصبح الابن يخاف، سوف يصبح الأم ما في عنده طمأنينة. كان يجي يقول لأبوه يبقى كذا، يقول له بروح عند أمك اسمع كلام أمك، روح كذا، يبدأ الولد يبدأ عنده الانفصام في الشخصية، يكره شيء اسمه حياة أسرية، بينما ينظر إلى الأسر الثانية مثل أخواله أعمامه مستقرين رايحين بس، فتبدأ عنده اضطرابات، قليل النوم، فزع، يبدأ سبحان الله بالكذب حتى يحاول أنه يقرب فيما بعض بينه. الأحيان التبول اللا إرادي أيضا يرجع سببا للمشاكل الأسرية بين الأم والأب. يعني أنا أذكر سبحان الله من الأشياء أنه يوصل فيهم إلى سبحان الله يعني الانحراف، أطفال ينحرفون. السبب شو؟ السبب الأب مشغول يقول له أنت ربي عيالش أنا مالي خص بهم، وهي سبحان الله تربيهم وتدرسهم وتعمل وتعمل، لكن لن تعطي تلك العاطفة اللي هي عاطفة الأب. صحيح. فسبحان الله يبدأ الابن سبحان الله بالانحراف. أكثر ما ينحرف فيه الأبناء انظر إلى أساس البيت. نعم. الأساس لا يقف إلا بهؤلاء الأب والأم. نعم. إذا مثلا فقد الأب ولا فقدت الأم سبحان الله يظل في ذلك يعني سبحان الله البصمات الأب موجودة، والله ما يصير انحراف، أغلبيتهم ما يصير انحراف. نعم. لكن الانحراف يكون الحقيقي لما يشوف الابن وهو صغير أن في انحراف أصلا في أبوه في أمه، فيبدأ سبحان الله بالبحث عن السعادة أو البحث عن النقاط اللي هو ناقصنها في من في الأشياء الأخرى. نعم. اللي هي متاع الدنيا. أستاذ معين، قريت كتاب هو فن اللامبالاة، وصلت بأن نحن المفروض أن نتقبل الآخر ونحترمه وما نغير فيه شيء. هل إذا المرأة تقبلت زوجها والزوج تقبل زوجته واقتنع فيها، هل من الممكن أن نوصل للسعادة الزوجية وتخف المشاكل بين الأسرة ويكون فعلا أن الاثنين عايشين بطريقة جميلة؟ تقول الفن لا مبالاة والريال مديون ونص راتب بين قرص. لا والله صدق والله استاذ معين جاوبني. بقول لك شيء باردة. انا اكثر ما تجي الحالات حالات لما توصل لمرحلة الطلاق اقوم اقولها زين انا مستعد اعطيش القرار واساعدك بس تعالي بعد 6 شهور اريدش تهملين هذا الباب، اهملي باب الزوج، اهملي باب الزوج وعيشي مع ابنائك كذا 6 شهور، والله ما تكمل شهرين ولا حتى اسمع عنهم نفس. ليش؟ لانها ادركت ان الحياه الزوجيه باللامبالاه. اذا انت جيت حاسبني سعد العزيز وانت كذلك مره جيت حاسبي، اذا كل واحد يحاسب الثاني، هل نعتبر ان الارواح اللي معنا اللي احنا نتعايش معها الارواح الزوجيه هل هي ارواح ملائكيه لا تصيب ولا تخطئ؟ اعطوني روح لم تصيب ولا تخطئ.
الحياة الزوجية كلها طبيعة بشرية في النهاية طبيعي يعني ما نقدر طبيعي فلذلك الشخص يخطأ. فلذلك لن إذا أنت تبحثين على الكمالية في الحياة الزوجية صعب فلذلك صحيح. أنا كل ما أقول لأي وحدة أو واحد ترى إذا عندك مشكلة بين زوجتك ما أقول لك أهملها حاورها بعد ما تحاورها شفت إن ما في فائدة من حوارك معها أهملها شوي تغيرت شخصيتي فعلا يوم قريت شيء عبد العزيز اللي هو إذا ياك شيء مسج وأنت عصبك المسج وضايق وايد أن أنت ما ترد عليه في نفس الوقت تريا لين ثاني يوم أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات لين ما تهدى تعرفون أنه ولا مرة رديت على ولا مسج ضايقني بسبب هذا الموضوع أن أأجل الرد عقب كم من ساعة أو عقب يوم أو يومين أحس ما في داعي للرد فلو كل الأسر والأمهات وأيضا الأزواج اتخذوا هذا مبدأ في حياتهم صح. أو طريقة للتخلص من المشاكل أحس أنه فعلا بيعيشون يعني في النهاية شو هي الحياة صح. يعني أذكر من قصة واحد صاحبي الله يذكره بالخير نفس الموضوع مشاكل مع زوجته قلت له اسمع أعطيك الطريقة كل ما عصبت منك زوجتك أو حسيت أنه في مشاكل شلها احملها شلها وارمها في أي مكان قال كيف احملها قلت شلها نعم عقها فوق السرير عقها فوق الشبرية عقها فوق الكرسي خل عيالك يشوفون يضحكون هنا بينكسر الحاجز أنا وفعلاً الضحك معدي يعني إذا ضحكوا العيال الأم والأب بيضحكون أستاذ معين ما تتفق معي ولا لا واحد شيبة قال لي الله يذكره بالخير يمسي علي إذا يطالعني الحين يقول لي إذا يعني يقول لي خذها الحكمة من الأولين يقول لي الحرمة لو زالت منك داويها بحرمة زوج عليه حرمة ثانية ويبتستوي زينة إن شاء الله والله شوف عبد العزيز بسم الله عندي قاعدة يعني دلعت عليك ولا شيء قال يجيب لها حرمة ثانية بقول لك شيء وبتمشي سيدة تو واحد من الشباب برا بدون ذكر اسمه بعد من الطاقم نفس الموضوع نتكلم أنت عندك بيت تأسسه وتبنيه عشت في حياة زوجية سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات وأنت تبني هذا البيت يعني لو أنت مثلا طلعت لك أرض وقمت بنيت هذا البيت سنتين ثلاث سنوات وطلعت لك أرض ثانية بتقول بروح أبني هذا البيت ولا بخلص هذا بعدين ببني ثاني ببني الاثنين عادي ما تقدر القرض مليونين بس فلهذا الشيء لا تبني هذا وتبني هذا ابني البيت الأساسي إذا أنت ما استطعت أن تبني بيتك الحقيقي لا تفكر أنك تبني بيت آخر هذه المشكلة أن صحيح. البعض ينتقل من مشاكله ويدور على الراحة في الثانية أنا أقول لك يا نصيحة واحد أقصد مات تبارك الرحمن متزوج 13 وحدة نعم 52 ولد وبنت ما شاء الله وتبارك الرحمن الله يرحمه مات لكن أعطاني نصيحة قال لي يا ولدي ترى الحرمة والحرمتين نفس الشيء صحيح قال لي اللي عندك ترى لو مريضة داوها ولكن لا تداويها بالكي لا داوها بالرحمة أي إنسان تريد تغير من طبعه ما قدر تغيره حتى قاعده ما قدر تغير الشخص اللي قدامك أنت تغير نعم. أنا لما أنا أتغير سوف يتغير الشخص اللي أمامي سألوا واحد عيوز تقريبا لحظة اسمعني سألوا واحد عيوز تقريبا بعد 80 زعقوا علي ما خلوني حالي أصبر الحين برد بعد 80 سنة زواج ناجح قالوا له كيف وصلتوا أن نجحتوا عقب 80 سنة ما كان في مشاكل ما كان في شيء قال هذا العيوز أن في زمننا نحن نصلح الأشياء لا نستبدلها فنحن في زمننا أحس أن اليوم أصبح كل شيء سريع يمكن نستبدل الأشياء يفكرون أن أسرع مو بأن نصلح وهذا أكبر صحيح؟ خطأ وهذا أكبر خطأ لأن كل شيء أنت تبغي تصلحه ترى الشخص الآخر بتصلحه ما في إنسان كامل إذا تبحث عن هذه عندها مثلا 80% من المتطلبات اللي أنت تملكها و 20% مش عندك ترى إذا بحثت على 20% في الروح الأخرى سوف تجد كذلك أن عندها بعض الأشياء نواقص نعم. فلذلك أنا أقول أوجد ما عندك من 80% وأنت 20% اللي أنت تبحثها في شريك حياتك سواء للمرأة أو الرجل أنت أوجد هذه 20% صحيح. لتصبح 100% نعم. أستاذ معين خليني أسألك لما المحاكم ترسل بعض حالات الطلاق للمكاتب الاستشارية وللاستشاريين الاجتماعيين والأسريين كيف يتصرفون معهم؟ هل يخفون من حدة الطلاق؟ الحمد لله يعني بشارة سبحان الله كانت هذه السنة كانت أقل 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 نسبة الطلاق لأن أصبح بدأ الناس توعي بدأ الناس تفهم بدأ الناس تتعلم أن مفهوم الطلاق مش حل للمشاكل ربما صح في بعض الأشياء إحنا نقول طلقوا بعض الأشياء اللي توصل سبحان الله إلى أشياء لا نستطيع أن نتكلم فيها لكن طلقوا لكن في بعض الأشياء لا تتعدل وتتصلح ولا وتتبدل كذلك نعم. لما أقول تتبدل مو قصدي أن تتبدل مرأة أو يتبدل رجل آخر لا تتبدل بهذه الخاصية أو هذه الشخصية نعم. فعلا يعني ممتاز المكاتب هذه والاستشارات والمستشارين
الحمد لله لهم دور كبير انهم خفوا من حدة الطلاق وحلوا مشاكل كبيره لما المحاكم ترسلهم، صحيح؟ هذه يعني اللي انا اراها الحين، الحمد لله ملك الحمد. انا بالنسبه لي الحين تقريبا مثل ما قلت لك يعني قرا اخر 5 سنين تقريبا يمكن حالتين طلاق بس فقط. نعم. اللي بالنسبه لي عندي يعني صوبي انا هي، لكن الحمد لله اللهم لك الحمد. المجموع كم حالتين طلاق يعني تقريبا؟ كم حالات الطلاق؟ لا اثنين حالتين طلاق. انا ما شاء الله تبارك الرحمن يعني في الشهر ما يقارب عندي تقريبا من 30 الى 25 حاله بس، لكن مثل ما قلت لك لما توصل عندي الى حد اهملهم اقول لهم بعد 6 شهور تعالوا لي. ليش؟ وخاصه المراه، لأن المرأة هي الركيزة الحقيقية، هي اللي تستطيع أن تغير من طبع الرجل. نعم. فأقول لها إذا أنت مثلا مظلومة خلاص أهمليه 6 أشهر، بعد 6 أشهر ارجعي لي. سبحان الله ما يرجعوا خلاص، لأنها تنحل المشكلة. نعم. هي بس التفاهم، هي عملت مثل ما قلتي سبحان الله النقطة، لا ترد على المسج في نفس اللحظة، اصبر عشان الجانب اللاواعي ما يتحكم فيك. نعم. حلوة النقطة اللي ذكرتها، يعني هي مثلا يوصلها المسج تكون زعلانة ومعصبة لكن تمهلها وترجع مرة ثانية خلاص. هي سبحان الله حافظت على علاقات وايدة وعلاقات صداقة، وأيضا يعني هربت من مشاكل وايدة بسبب هذا الموضوع، أن ما أرد في نفس الوقت، أرد في وقت ما هو قالوا طنش تعش تنتعش، هذا هو. هي هذا والله أنت بس من تترك المشاكل بس تحط قاعدة في حياتك أنك تتعامل مع روح بشرية وليست روح ملائكية. فعلا استمتعنا معك جدا أستاذ معين عباد استشاري أسري. بيض الله وجهك. والله يوفقك إن شاء الله. كرم إن شاء الله. سعدنا بالحديث وياك. الله يسعدكم ويحفظكم. وين عبد العزيز رايحين؟ رايحين لفاصل صغير جدا ونكمل وياكم، خلوكم ويانا مشاهدينا الكرام. حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل اللي كان شوية طويل، سامحوني. عاد راح نروح لأجمل فقرة، نهاية فقرتنا اليوم، وفن جميل من الفنون الجميلة واللي أنا أحبها وايد يا مرو مشاهدين الكرام، ألا وهو فن الرسوم المتحركة بالرمل. عشان نعرف تفاصيل أكثر ونستمتع معاكم ونشوفها، معانا هنا في الاستوديو الأستاذة طيف جمعة بن عياش، فنانة رسم بالرمل. أهلا وسهلا. أهلا فيك. وكذلك ريم جمعة بن عايش، فنانة رسم بالرمل. أهلا وسهلا، حياك الله. كيف أموركم؟ إن شاء الله طيب. الحمد لله. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير صحة وسلامة. يا هلا ومرحبا فيكم. طيف وريم، كم بينكم، كم الفرق بين العمر بينكم؟ 4 سنوات. ما شاء الله ما شاء الله عليكم. ما شاء الله. زين خلونا نبدأ معاش بانج، أنت الأكبر ريم، خلينا نبدأ مع الكبيرة. راضية أنت؟ راضية. زين كلمينا عن الفن هذا وكيف تستخدمونه ومن متى أنت بديتي فيه؟ في الحقيقة أختي طيف كانت طالبة من سفراء الابتكار، سافرت لسويسرا، ففي يوم من الأيام كانت رايحة لمتحف فشافت هذا الفن فحبت أن هي تجيبه وتنقله لدولتنا دولة الإمارات، وبدت فيه تقريبا من شهر أو شهرين. وفي البداية طبعا أشكر جامعة الإمارات اللي أعطتها الفرصة أنها هي تطلع شاركت في حفل صناع المستقبل، وكان لها أول عرض هناك. ما شاء الله. نعم. ممتاز. في مسمى اللي هو اطلقوه اللي هو فن فن الرسومات المتحركه بالرمل، ليش اطلقوا عليها هذا الاسم؟ لان نحن نفس ما نشوف ان الصحراء تكون يعني فيها نفس امواج رياح رمليه وفيها تشكيلات يعني من الرمل، حتى يعني نحن نشوف مو بيحتاج ان تكون قصه من الرمل، هي يعني الصحراء بنفسها فيها تشكيله من الارمال. نعم. ف استنتج هذا الرمل من حكاية القصة اللي في الصحراء. نعم. منو علم الثاني؟ طيف علمت. طيف بدأت وبعدين علمت شنتي. إنزين الحين مين تفوق على منو؟ أكيد طيف. طيف. ترى أنا موهبتي إني أرسم القصص على الرمل، وأنا بديت يعني بعد الموهبة هذه بديت إني أرسم لوح الشيوخ وناس يعني مشهورين، بديت أرسمهم على لوح. نعم. بالرمل بعد كذلك. وحبيت أني أنقل لها الموهبة أنها ترسم هي صور شيوخ وصور ناس مشهورين على الرمل، وأنا اللي أكون يعني على قصص الرمل أمتاز فيه. نعم. إن شاء الله أن نطور من مهاراتنا. إنزين شو قصة عمالقة الرسم بالرمل؟ هي إنسان يعني مشهورة أجنبية. فأنا استفدت منها أني أشوف قصصها على الرمل، دقتها في الرمل، المواضيع اللي تحطينها، قصصها كيف يعني خيالها الكبير. زين. وتدمج أن الصوت يندمج مع قصة الرسم. زين الحين نحن بنشوف بعض اللقطات إن شاء الله، لكن أنا قاعد نشوف بعض اللوحات اللي أنتوا راسمينها ما شاء الله،
صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه ويطول بعمره، الملك سلمان الله يحفظه لنا إن شاء الله ويطول في عمره. يعني حتى الرسمات وايد قريبة من الواقع، كيف قدرتوا يعني مع أنها هي بالرمل مش بالقلم؟ لا أنا حددت يعني على الخفيف عشان أقدر أني أرسمه بالرمل. أوكي. بالقلم أول شيء هي بالقلم عشان تطلع الملامح واضحة. نعم. في يعني في بالقلم أول شيء بعد ذلك أنكم أنتوا تبدون تسوونه بالهذا. ممكن يبدون الحين يسوون لنا رسمة بالهذا؟ نقدر نروح هناك؟ نقدر الحين؟ طيب. يلا تفضلي سيدة طيف نشوف معك رسمة. زين ريم لما هي كانت تعلمك تعلمتي بسرعة ولا أخذ وقت؟ بالنسبة للوحات وايد صعب ما أقدر صراحة، بس أني أرسم على الورق أسهل. صعب. نعم. زين تفضلي يلا تفضلي طيف كلنا وياك. Mm-hmm.
واللي يعجبني اكثر انه يعني انت من الفره الاولى لما تفرين الرمل يوحي انك شو بتسوين. خلاص اكون حافظه الفكره ببالي ويكون القصص متسلسله. فانا احفظ الفكره عدل والقصه ورا قصه فتكون الفكره ببالي، امسح القصه الاولى ابدا في القصه الثانيه فخلاص تكون يعني في بالي كم قصه محطيتنها ولشيء معين، فهذا كان لعام زايد. صدقين هي عام زايد عام تسامح. هي تعرفي اللي سويته بالرمل انا بالورقه والقلم ما اقدر اسوي. ما شاء الله عليك. ما شاء الله مش فعلا وايضا كتبت اسم البرنامج 7x7. احس وايد صعب تكتبين الاحرف. صح وايد صعب صراحه، انا جربت ما قدرت. انا جربت في رمضان في برنامج افواله كانوا ويانا، كان ويانا راسمه على الرمل اسمها عليا، كانت ايضا شيمة. صح شيمة. احس كان وايد صعب الموضوع، يعني حاولت ولكن ما قدرت، يعني احس يباله وايد تدريب. صح يباله دقه ومهاره، وفي نفس الوقت في بعض الاحيان الناس تدخل قصه مع الرسمه، يعني انه صوت او مثلا صوت لحن او شيء، فيكون الفنان من يعني من واجبات الفنان انه يدمج بين القصه وبين الرسمه، بحيث ان القصه تتماشى مع الصوت. نعم. او مع القصه اللي قاعده تنسرد، فهالشيء يحتاج دقه، وثاني شيء سرعه. نعم. طيب كيف ممكن الواحد يبدا يتعلم الشغله هاي ويبدا يمارسها؟ يعني انا من صغيره احب يعني الرسم اللي هو على اللوحات العاديه، فحبيت اني اطور من نفسي. يعني يوم كنت مسافره سويسرا صراحه كانت وياي اجنبيه وايد معاي، فهي علمتني ان هالرسم، علمتني اعطتني فكره، فانا من رجعت الامارات طبعا ما خبرت اهلي، كانت فيني هالشيء يعني احبه، فبديت اني ارسم بروحي على زجاجات عاديه. فأول مكان حضرته اللي هي جامعة الإمارات العربية، لأني أنا أدرس عندهم، فهم كانوا يعني يبون هالموهبة. فمن وصلت عندهم بديت أني يعني أطلع وكذي، حسيت أن بفخر لي ولأهلي، وأهلي أكثر شيء شجعوني. زين كيف انتشار هذا النوع من الرسم في الدول العربية، وخاصة أن خبرتينا أول شيء طيف أن رسمتي هذا الشيء ولكن شفتي برا دولة الإمارات، وأنت اللي جبتي لي دولة الإمارات؟ لأن هالرسم نادر في الإمارات، ومو كل شخص يقدر أن يوصل له الموهبة أن يرسم القصة اللي هو يباها. نعم. فكل يعني كل رسام يقدر يرسم شيء معين، فاللي يقدر يعني يطور من مهاراته بيقدر يوصل لهالمرحلة. أما أن الشخص بس مجرد أنه يرسم دائما شخص يعني بألوان وكذي، نعم، ما رح يتعود أنه يرسم برمل. وبالنسبة لانتشار هذا النوع من الرسم في الدول العربية، هل موجود ولا بس الحين في دولة الإمارات؟ هو نادر هذا الشيء. نادر. شيمال مغيري يعني ما هي من عمان بس ساكنة في دولة الإمارات، ما حسيت أنه في الإمارات متواجد هذا القصص. نعم. الرملية وكذي، فحبيت أني أكون واحدة من بنات البلاد أني أرسم هالشيء. نعم. وبالعكس فخر لي وللدولة. نعم. أني أكون واحدة من ضمن الرسامات. زين. نعم. ريم، شو المهارات اللي لابد أن تتوفر في الشخص علشان يبدأ يتعلم الشغلة هذه؟ أول شيء لازم يكون يحب الرسم، ثاني شيء لازم يتدرب. شوفي يحبها سهلة بس ما يتقنها. فعلا يبالها مدارس، يبالها تدريب، تدرب. صح يبالها تدريب هذا النوع من الرسم، ومع التعود أصلا يعني الإيد تأخذ على هالشيء. بس يعني ما يصير الواحد يقول أنا بسي فنان ويقعد بدون ما يدرب نفسه، فأهم شيء التدريب. نعم. ريم ما بترسمين شيء؟ لا. لا ليش؟ لا أعطيها هي. نحن شفنا رسمها. نعم نحن شفنا رسمها، ولكن انت يا ريم ما حابه. انا على اللوحه. لا وين تحبين ترسمي؟ انا احب ارسم على هاللوحات، على اللوحات، احس انه اسهل لي. نعم. فعلا يعني اللوحات وايد وايد قريبه من الواقع، ولكن هذا احس في نوع من الطين مو بنفس الرمل الناشف اللي هناك. صح. تخلطينه ويا ماي ولا لا؟ لا تكون يعني نفس الماده خاصه ونحط فوق رمل. اوكي، نفس الجلو تقصدين؟ هي. اوكي. لا فعلا يعني شيء مبتكر وشيء جديد يعني. هي نادر بعد، مش موجود ان احد يرسم بالرمل لوحات صور شيوخ. في نعم. في شيء حابه تقدمينه لنا الحين؟ خاصه ان عيبنا رسمك. راح اقدم لكم للبرنامج اللي هي لوحه اللوحه زايد. خاصه بالبرنامج. نعم. سبعة على سبعة خاصه عليها صوره الشيخ زايد الله يرحمه، صوره الوالد المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ زايد. انا اقصد حابه ترسمين لنا شيء هناك؟ عادي اذا انتم حابين يعني. شو حابين يعني مع الختام؟ عادي. نعم. إن شاء الله. نشكرك طيف.
ونشكرك ريم على انكم زرتونا وجيتوا هنا. شكرا على استضافتكم بالاول وهذا واجبنا. نتمنى لهم كل التوفيق وانتم مبدعين، وان شاء الله قريبا بنشوف مدارس تدرسون هذا النوع من الفن واللي هو الرسم بهذه الطريقه، طريقه فعلا جميله جدا. نعم انا بنشكركم ماش تتفضلين ترسمين ويانا. شكرا لك جمعة بن عايش فنانة رسم بالرمل، وأيضا ريم جمعة بن عايش فنانة رسم بالرمل أيضا. نعم. نورتونا اليوم في برنامج 7 على 7. انتهى وقتنا لليوم، ولكن بنختم وياك في الرسم، ولكن ودع المشاهدين أنت أول عقب معنا. المشاهدين الكرام اللي شافونا اليوم، وإن شاء الله باكر بعد تريونا على نفس الموعد وفي يوم جديد، ونقول لهم تصبحون على خير وسعادة، حياكم الله. تصبحون على ألف خير مشاهدينا، وتريونا باكر في موعدنا الساعة 7 لا تنسون. فأمان الله. والحين ويا طيف بنشوف الرسمة وياها. Thank you.